فأخلص في السؤال، أخلص في السؤال، لأن ربك سبحانه إنما يستجيب دعوتك إذا أخلصت له فيها. عملك كله إنما يقبله ربك ويثيبك عليه وتترتب عليه ثمرته بشرط الإخلاص، وهذا شرط عسير. روى البيهقي الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لشريكي. أنت تعمل عملا تريد به وجه الله، وتريد به أيضا حسن الأحدوثة، وتريد به أيضا الثناء بين الناس. أنت لست غافلا عن إرادة وجه الله، لكنك تريد معها شيئا آخر. قال الله: فهو لشريكي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنما هي للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنما هي لوجوهكم وليس لله منها شيء. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أنا الآن في شك هو حديث أم ليس بحديث، أشك الآن، وقبل مني ما كان خالصا، لا خليه لأجل الشك فيه تقول.